وكأنه يطلب الصفعة من الحكم بن براعم في الوقت اللي فيه محاولة الجد الرأسية بن شعيرة ما طبش الكرة كما ينبغي. تبقى لأم العلمية تسديد من بعيد ممتازة من ضيف والحارس مرباح يتعلق. ضيف سدد من بعيد في الزاوية الصعبة في الزاوية المحصورة بين القائم والعارضة الأفقية كما نشاهد من ضيف رفيق انطلق فضل الطريق ثم توزيع الكرة الآن ما فيش وضعية تسلل هل حق عليها اللاعب يدخل داخل منطقة الملعب جو رونالدو يتمكن من فتح مجال التسجيل في متابعة وفي مرتدة سريعة جدا من فريق أمل عين منيلة التوزيعة من الجهة اليمنى والمتابعة الكرة تمر أمام دفاع نصر حسين داي وفي المتابعة ورونالدو يتمكن من فتح مجال التهديف في الدقيقة 18 وفرحة كبيرة لأنصار فريق أمل عين منيلة. كونغو كرة طويلة أمامية ناحية كونغو الخطورة تأتي من هذا اللاعب المدى يقول الحكم ضربة جزاء الحكم يقول فيه دفع وضربة جزاء سنشاهد الإعادة هل فيه بالفعل فيه خطأ فيه خطأ فيه دفع فيه دفع والحكم يعلن بن براهم عن ركلة جزاء لفريق أمل عين منيلة. أمن ماذا سيفعل بن شعيرة بن شعيرة بن شعيرة ضيع فرصة ثمينة على فريقه ضيع فرصة إضافة الهدف الثاني لا أقول قتل المباراة ولكن إعادة الثقة مثل هذه الكرات لا يفرط فيها دائما يحولها ويضغط على الدفاع قسمي وبطريقة رائعة جدا وبطريقة لا يقوى عليها إلا قسمي يتمكن من تعديل النتيجة بطريقة رائعة جدا تمكن من ضغط على الكرة سباك مرمى الحارس بوفناس الذي لم يجد أي صعوبة من سجل الهدف قسمي بدونه هو الذي سجل وفرح لدى أنصار نصر حسين داي المتواجدين بملعب أول نوفمبر بباتنا الإعادة سنشاهد الإعادة وجمالية الهدف والمقصية الرائعة جدا لا يبدو لي أجمل هدف في بطولة هذا الموسم لحد الآن ثم الانطلاق هدف رائع ومميز.